بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم الآن عن الأصل الثالث من أصول الثلاثة، من نبيك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة وسلام على بيها من مثل عادنا ورثن إني كي ثابا مذول ثنامة برنجي وإكنجي ثارة ولا رغابر دبير الجيشت ربن كم دينن نامة وإتشنجي ثنامة ثنين بيها مرن كم دين ثارة عشقنا مثل عيدر. نعم، تقول نبي محمد عيد ثنامة بذن بيها مرن محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله، عبد الله أنا أغلي ابن عبد المطلب، عبد الله مطلب أغلي ابن هاشم، عبد المطلب هاشم أغلي، وهاشم من قريش، وهاشم قريش تيرة النن، وقريش من العرب، وقريش هم عرب لردن، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وعرب لرن شل شخمسة في كما بارب ديرية إسماعيل عليه السلام، إبراهيم عليه السلام أغلنا إكثنى الله صلى الله عليه وسلم نرورثن إكثنى نامة بارب ديرية له من العمر 63 سنة. في خمر مصر صلى الله عليه وسلم 63 ياسنة 63 ياسة دي 40 قبل النبوة، خرق يل في خمر لك إن المدن الأم، و23 نبيا ورسولا. يغرمت شيل بولثا يغرمت شيل يغرمت ياسني 40 تنثون نامة في خمر و الله إيل سيث هو نبي ورسول. أول شر ورباطن أذن بيغمر وإيفرلن إيل شيء. نبئ أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي اقرأ باسم ربك الذي خلق أول سورة العلق. بيغمر لي نادب قنر لي إن برنجي آيات لري علق سورة برنجي آيات لري أقول ما قولي نامة بيغمر مذ بيغمر لك برلي. وأول ما نزل عليه وهو رسول أول سورة المدثر. مدثر سورة إن المولين في خمر مدنا ما إيل تلك أغرد له يعني رسول الله رسول ولي إلى ماذا يدعو عليه الصلاة والسلام؟ ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في خمر مصر صلى الله عليه وسلم نعم ذات تاغر نعم ذات دعوة دتي يدعو للتوحيد وينذر عن الشرك. الله تعالى أفاد التبر لمك لك توحيد تاغر دي و الله أرتق قش مقلو الله شعر قش مقلو دون قيتر دي وبلده مكة ولد بمكة ومكة دغل لي وهاجر من مكة إلى المدينة ومكة المدينة هجرة الدين. نعم، أكمل الله به هذا الدين. الدين هذا كمل، لا يستطيع أحد أن يضيف إلى هذا الدين شيء، يعني لا يبتدع في دين الله. الله تعالى في خمر مذل النعمة شل دين كاملة دي في خمر مذ دول قرنش دي هيس برداد قالر من ديني بذا كامل قرنش دي يتر دي دينة هيس برتاذلغة بدغطة ير يوق. بعث إلى الثقلين الجن والإنس إكي من لدى يعني آدم وجنثة أنثى إكي من لدى دع الله تعالى يبردوني. لا يستطيع أحد أن يتخلف عن شريعة عليه الصلاة والسلام وإلا كان كافرا كائنا من كان يهودي نصراني مجوسي. نعم، هيك كمان أما في غمر من شريعة النن قال مق شريعة النن إيرمت ذك بولمايا خرستيان مورثن بولمات هيبري يهود مورثن هم مثل أبو يرولون نعمة في خمر مدن يقولنا إير مكل. فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس عندما أسر به إلى السماء السابعة قبل الهجرة بثلاث سنين. في خمر مدن صلى الله عليه وسلم باس وقت نماذ بارد اللي حسن الله تعالى أن إسراء جيجتنا أثمانا قترنا هجرة تتمذنن مدينة هجرة تتمذنن أجل أم الله تعالى باس وقت نماذي مثل ما نرى بارد. بقية شرع الإسلام فرضت في المدينة مثل الأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالن الأصنام بيرق لوري الله تعالى شريعتنا بيرق لورنا مدينة هجرة دننثم مدينة قشك دننثم مدينة دين اللي مثال تشين أذان والمتجهد على الله تعالى يور نتاعر بيرق لنيشنر بيرق قايتر لنيشنر دن قايتر مقلق دين وادت لنا ما فرض قلني. مات عليه الصلاة والسلام للحق ما يلحق البشر ولم يترك شيئا يقرب إلى الله إلا أمر به وأعظم ما أمر به التوحيد ولم يترك شيئا يبعد عن الله إلا ونهى عنه وأعظم ما نهى عنه الشرك. نعم، في خمر صلى الله عليه وسلم بدنيا أتي و شيء لبرضات قيمة دي نايل ذاتين الله تعالى يقين نسترجع بولثة شنو توحيد دوني يعني توحيد الله تعالى برلمك دوني شلادن الله تعالى يقين استرجبتن اورت ونامت شرك تنم اغالنردي شرك قادغنتي و
ва хемме иннерлен өз пихаммерме иннерлен буйруктур эмерлери кадагансылыклар хеммесини умматына етирди. Наъм, лабуд ан натаъаллам сиратан наби саллаллаху алейхи ва саллям ва нуъаллимха ауладана. Хукман мусулман адамлар наъметмен пихаммермедин өмүрүн, пихаммермедин сиратын, өмүр беянын окумору ва чагаланмады өрөтмөлү. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة والله أعلم.